رأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الإلهي بمناسبة تجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعار هذا العام قائدي ومخلصي لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين في الزرقاء الشمالي. إلى التفاصيل. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين في الزرقاء الشمالي بتجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعارهم لهذا العام قائدي ومخلصي. كان ذلك بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، عونه فيه الأب إياد بدر وعدد من الآباء الكهنة الأجلاء. إن لم تجعلوا في قلوبكم أن تؤدوا مجدا لاسمي قال رب الجنود أرسلوا عليكم اللعنة. أرنا يا رحمتك ليعقد يعقوب على الرب، الرب الرجاء الآن وما طال البقاء. فإن الآن نفك ونحمد الله على أنكم لما تلقيتم ما أسمعناكم من كلام الله لم تتقبلوه على أنه كلام بشر، بل على أنه كلام الله حقا يعمل فيكم أنتم مؤمنين. نصلي من أجل ملكنا المحبوب عبد الله الثاني بن الحسين وكل من يساعده كي يمنحهم الرب الحكمة والبركة ليقودوا وطننا الغالي إلى كل خير وأمان. نصلي من أجل أهلنا كي يمن الرب عليهم بالصحة والفرح ويجزل نعيم عطاياه السماوية وبركاته ويحفظهم سالمين. نقدم لك يا رب شعار هذه السنة قائدي ومخلصي. لقبلنا قربانا حضر القداس عدد من الأخوات الراهبات وعدة مجموعات من الحركات الكشفية من رعايا المملكة وحشد كبير من المؤمنين، كما أحيت جوقة الرعية الترانيم خلال الصلاة. وفي عظة القداس أشار المطران الشوملي لأهمية الخدمة الكشفية في الكنيسة ولضرورة ديمومتها لتحيي الرعية بالاحتفالات والنشاطات، كما أوصاهم بأن يكونوا مليئين بالحكمة والنعمة وأن يسعوا جاهدين ومواظبين بحياتهم الروحية، قائلا لهم لا تكونوا كشافة تقوم فقط على المظاهر الخارجية والموسيقى والمسيرة، لأن الحركة الكشفية ليست مظهرا بل هي جوهر. نعم، اليوم احتفلنا مع تقريباً 100 من الكشاف والمرشدات والأشبال والزهرات بتجديد الوعد الكشفي. هذا يتم مرة بالسنة، وكلفنا الإدارة من جديد بأن تستمر في العمل. وأهم شيء كان العظة، لأنه في الإنجيل المقدس يسوع يركز على 3 صفات يجب أن تتواجد في المسؤولين. هذه الصفات هي أولاً الصدق، أي الاستقامة والشفافية. الصفة الثانية الخدمة، والصفة الثالثة التواضع. وكونها وردت هذه الصفات في الإنجيل المقدس اعتبرناها مناسبة للكشافة، وطلبنا منهم أن يكونوا صادقين يتمتعون بروح الخدمة وبالتواضع المطلوب. وبعد عظة القداس ألقى قائد المجموعة ركان فخوري كلمة رحب فيها بسيادة المطران الشوملي وجميع الحاضرين لمشاركتهم هذا اليوم، موضحاً بأن الكشافة في الكنيسة هي مهمة سامية تسعى دائماً لتجسيد كلمة الله بين أعضاء المجموعة. إن الحركة الكشفية التي نعتز بها ونفتخر بوجودها في كنائسنا هي حركة مبنية على أساس إيمانياً وكنائسياً واضحة، ندعمها ونؤازرها بكل ما عندنا من عزم. كونها جزءاً أساسي في حياتنا وحركتنا مهمة تعمل على تنشئة الأجيال وإخراج مواطن صالح. وكما قدم القيادة الجديدة لهذا العام لسيادته ليسلم كتب التكليف لهم.
ومن ثم جددت المجموعة الوعد الكشفي أمام مذبح الرب بكل خضوع ووقار. وفي نهاية القداس شكر كاهن الرعية الأب إياد بدر سيادة المطران لمشاركته القداسة بين أبنائه في محافظة الزرقاء. نشكر الله على كل شيء، نشكر الله أننا نعيش في بلد دائما يعيش في أمان واستقرار بالقيادة الهاشمية، ونصلي دائما من أجل هذا البلد العزيز الوطن الغالي الأردن أن يحميه ويحمي شعبه. فأنا بالفعل اليوم شعور كبير وقوي كثير على الوعد الكشفي والقيادة الجديدة، وبعدين كمان قائد ركان بيعطي مثل صالح كقائد ومعلم مثالي للكشاف، وبشكر ربنا على وجود الكنيسة وكل إنسان بيساعد وبدعم الكشاف. واليوم فرحة كبيرة بحدود 120 عضو بالرعية، معناته الكشاف في ثمار، الكشاف بيشتغل بكل أمانة وإخلاص وبيعطي من كل قلبه، وعنده وسائل وأساليب تجذب أبنائنا للكنيسة. طبعاً الوعد بالنسبة لنا هو التزام حر ودائم بدون إكراه للأفراد لاتجاه المجموعة، طبعاً بكافة الأبعاد تبعته، هي التزام نحو الله بكامل الحرية بكامل الوعي، التزام نحو الآخر والتزام آخر هو نحو الذات، يعني العضو الكشفي بيلتزم بالثلاث أبعاد هاي. وفي ختام الاحتفال التأم الجميع في ساحة الكنيسة لتبادل التهاني بالعام الكشفي الجديد وسط معزوفات للفرقة الموسيقية التابعة للكشاف.